ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على توقعات الاسبوع الثاني لشهر سبتمبر لعام 2021 لاصحاب برج العذراء. برج العذراء ما خلينا ان احنا نكون معترفين ان احنا من اصحاب الحظ خلال الشهر ده، ولازم نستغل عامل الوقت بشكل قوي جدا جدا. عندنا الاسبوع الثاني مميز والحظ معانا ودعمنا كتير قوي قوي قوي. يمكن تكون من الابراج المحظوظه لو هتكلم على الاسبوع الثاني بالاخص، انت طول الشهر محظوظ بس حظك اكتر عن الاسبوع الاول، اكتر عن الاسبوع هو الثاني والثالث هم اللي حلوين، بس في نفس الوقت عندك الاسبوع ده جيد كتير، في خطوات مميزه جدا جدا بالنسبه لك، عندك فلوس جايه لك. لا خلونا نتكلم على نقطه نقطه يكون افضل. نبدا بنقطه الوضع المهني. بالنسبه لك في الامور المهنيه انت عندك عروض مهنيه رائعه جدا جدا بمبلغ كويس قوي قوي قوي، عندك مشروع جديد او فكره جديده او ابتكار لوضع مهني، ابتكار لي ان انت تشتغل على حاجه تكون مميزه كتير، برده ده بيساند كتير للأمور المهنية. عندك تحقيق سمعة، تحقيق شرف، تحقيق شهادة تقدير أو تقدير أو احترام من الناس اللي انت بتشتغل معاهم، أو شهرة. عندك الجو ده، يعني في نقطة من في ده كتير عندك يا برج العذراء. ففي عندك وضع مهني بيخلي عندك شأن قوي، ايا كان بقى الوضع المهني ايه اللي يخلي عندك شأن مهني، ايه سواء احترام سواء سمعه سواء شهره سواء مش عارف، عندك الجو ده كتير. ولكن في الاخر ده امر هيسعدك جدا. العروض المهنيه ان كتير انت مرغوب فيك في الاطار المهني. بمعنى ايه كلمه مرغوب فيك في الاطار المهني؟ يعني كتير عايزك تشتغل معاه، كتير عايز انه يتشارك معاك، كتير عايز ان انت تمسك المكان ده وتشتغل في المكان ده، فكتير عايز يعمل النقطة دي. وكمان بالنسبة لك انت كل بيتهافت معاك في الاطار المهني، يعني كتير عايز انه من الاخر اصحاب في الوضع المهني عايزين يتجوزوك. بكل صراحة، بكل صراحة انا صريح جدا جدا. بصوا يعني في مثلا انت عندك صديق او صديقة، يعني اللي هو طبعا الجنس الاخر، فيكون اللي هو معجبين بيكم، ففي حتة الاعجاب دي بقى، واللي هو طب نقرب بقى ونزيد الوصال حبة ولا ايه، فعندك ده، ففي اعجاب وجاذبية والكلام ده، فعندك ده جدا. اما بالنسبة للاطار المالي، اسبوع ده هو اسبوع فيه تعاملات مالية، في سداد لديون، في سداد مصروفات معينة، ففي عندك سداد لفلوس، وبتحضر لحاجة ليها علاقة انها تجيب لك فلوس في خلال الفترة اللي جاية. يعني انت عندك في فلوس جات لك بتسد بيها احتياجات، او بتسد يعني عارف اللي جاي خلص، بس انت بتحضر ليه ان انت يجي لك فلوس تانية. فده برضو شكل الوضع المالي بالنسبة لك. اذا الوضع المالي حلو قوي، الوضع المالي حلو قوي. وليه ده؟ لان في حركة، في نشاط، في نوع من انواع الجو من الطاقه الحلوه، فانت عندك ده جدا جدا يا برج العذراء. برج العذراء هتكون ما زالت الشمس موجوده عندنا، وده بيدي برضو للنقطتين اللي احنا عارفينهم جدا، وهي اول حاجه ان انت عندك في اشخاص بيكونوا عينهم على ايجابياتك بشكل قوي وحابينك كتير، منبهرين بيك جدا جدا، متقدمين بيك، او عارف فكره ان اللي بيفتخر بيك قوي، عندك ده. وعندك اشخاص بيستنوا لك على غلطه، والغلطه بتعمل هيصه حواليك، يعني بتعمل من البحر طحينة. فخلي بالكم كتير من ان انت فعلا الغلطة بتكون مأفورة قوي عند الاخرين، يعني كتير بيشوفها انها شيء ممكن تغلط غلطة حاجة عادية مثلا، او حاجة ما يتعملش عليها الهيصة او الضجة دي كلها، لا يتعمل. فخلي بالكم كتير من اللي برضو، يعني ما هو معنى ان احنا عندنا برضو ايجابيه، ما هو ما فيش حد بيكون عنده اسبوع ايجابي اليوم، ما فيش حد بيمر كده يوم كامل ايجابي، لا لازم يبقى في كده عصبيه، في حبه ضغط، في حبه مش عارفه، دي سنه الحياه يا جماعه، يعني طبيعي. اللي بيعيش طول الوقت كده سعيد مبسوط فرفشه الدنيا مش عارفه ايه، والله بخاف، والله انا لو حصل معايا حاجه زي اخاف، اقول لا دي حاجه غريبه جدا جدا، واقعد اقول بقى يا ربنا استر في اللي جاي. ودي طبيعه الشعب العربي كله. والله يعني المهم دايما نضحك نقول خير اللهم اجعله خير. مش فاهمه ليه، مش فاهمه والله. المهم برج العذراء، فانت لازم تخلي بالك كتير من الغلطات او العيوب، لانها واضحه جدا، والايجابيات برضو واضحه، فانت تستغل بقى الاسبوع ده ان انت تشتغل على ايجابياتك اكتر، لان لما بتشتغل على الاطار المهني اكتر تكون واضح ايجابيا اكتر، ويبقى عندك فيه عروض مهنيه اكتر، ووضع مالي بيزيد اكتر. الوضع العاطفي
الوضع العاطفي بالنسبه لنا احنا عندنا عروض حلوه من الزواج، الخطوبه، يعني كتير عايز يرتبط بيك، كتير معجب بيك، انت قد ايه جذاب جدا جدا، مهتم بشكلك قوي، مهتم بستايلك قوي، مهتم بطريقه لبس قوي، مهتم بجمالك وحاجه كده بسم الله ما شاء الله عسل يعني. فبرج العذراء فعلا حلو قوي، شيك قوي، جميل جدا، جذاب جدا، فاحنا عندنا جو من بنخطف اللي قدامنا، عمالين نخطف اللي قدامنا، فالمش مرتبطين فرص الارتباط حلوه كتير عندك خلال الاسبوع ده، فرص الارتباط حلوه، وعندك طاقه ونشاط كده، عندك عارف فكره ان انت هتبقى دبلوماسي اكتر، عارف تتكلم، عارف تنطلق، عارف مش عارفه ايه، ودي على فكره مش طبيعه برج العذراء، لا برج العذراء بيتكسف كتير، برج العذراء هيكون عنده حته اللي هو عينه بتبقى بتميل الى الخجل شويه، لكن هيكون الاسبوع ده حاجه كده بسم الله ما شاء الله جراه كده، عنده مش الجراه السلبيه، لا الجراه اللي هي الدبلوماسيه والحركه والنشاط والطاقه، هيكون عندك ده كتير، وده يعني حصن نفسك والنبي عشان انت الناس لما تشوفك شكلك غريب هتتضايق. طيب بالنسبه بقى ليه عندك الوقت اللي هيكون حلو كتير، وعندك ان انت تكون في اجتماع، في تواصل مع الاخرين، في قرب علاقات، في اجتماع مهني، اجتماع عائلي، ده موجود عندك يوم 10 ويوم 12، وبينشا في الاجتماع ده كلام مهم جدا، فانت عندك اليومين دول او يعني اليومين دول في كلام حلو، في كلام هيأثر عليك جدا، لازم تكون مركز قوي قوي في اي اجتماع بيتقال، لان في كلمه ممكن تتقال تلخص لك حاجات كتير، او تقدر تكون معلومه مميزه جدا، او تكون حاجه انت كنت محتار فيها، لانك محتار، واكتر الحيره اللي موجوده عندك هي حيره في امر عاطفي يا برج العذراء، محتار كتير في امر عاطفي، لان انت عندك اللي هو مش عارف توافق على الفلان ده ولا الفلان ده، كتير من اصحاب برج العذراء عنده علاقه في الماضي وعلاقه في الحاضر، الماضي عايز يرجع وعلاقه دلوقتي مش فاهم هو عايز مني ايه، بس انا بحبه قوي، او شخص انا بحبه وهو مش بيديني الاهتمام الكافي، وشخص تاني هو بيحبني قوي بيهتم بيا قوي بس انا مش مغرمه بيه قوي، فعندك الحيرة في الأمر ده جدا جدا، وكتير برضو بتبص للماضي، ممكن تكون مش عايز الماضي على فكرة، بس غيران شوية على الماضي، عندك النقطة دي، فأنت عندك تأثير بعض التشويش في الإطار العاطفي، الى ان هيكون في حب، في علاقه هتحصل، في اكتمال لامر ما، في خطوبه، في زواج، في فرحه، في لولي لولي، يعني في جو اقدر اقول مميز كتير. برج العذراء اعذروني كتير ان انا ما قلتش ده في البدايه، كل سنه وانتم طيبين، اي حد بقى عيد ميلاده في الاسبوع ده، ده بقى ليه التهنئه اكتر واكتر يعني. ففعلا برج العذراء من الناس الغاليه جدا على قلبي، من الناس اللي انا بحترمهم جدا، من الناس اللي انا كنت اتمنى يعني امي برج العذراء بقى الله يرحمها، فليكوا ان انتوا تتخيلوا مدى عشقي لبرج العذراء. المهم فبرج العذراء انت عندك الوضع العاطفي مهم جدا جدا، في خطوبه، في زواج زي ما قلت لكم، لكن الناس المنفصلين في فرصه للرجوع، وان الماضي عايز يرجع لك كتير، اذا الوضع العاطفي رائع جدا، بس في نقطه الحيره شويه عند الناس اللي هم مرتبطين، لانك مش عارف توافق على الشخص ده ولا لا، يمكن برضو في بعض المخاوف الموجوده جواك. اما بالنسبه لبرج العذراء في الاطار العائلي، الاطار العائلي انت عندك حد مضايقك، يعني حد لا انت مش حاسس ان هو عايز يقرب منك قوي، انت عايز تقرب منه بس عايزه ان هو يكون على هواك، هو انت مش على هواك قوي، وحاسس ان هو ياخدك، عايز ياخدك في سكه تانية، وانت اللي عايزه تاخده في سكتك انت، في بعض عدم التفاهم الموجود، وده بين احد الاخوات على فكره من اصحاب برج العذراء، وده بيأثر كتير علينا وبيضايقنا جدا، او امر ما تعبنا شويه. انت يا برج العذراء بتحب الشخص ده جدا، والشخص ده يمكن يكون بيحبك بس بيحب حد تاني احسن منك، ممكن يكون الشخص ده بيفضل حبيب عنك يعني، فده ممكن يخليك او يخليني ان انا اقول لك ما تمسكش في الشخص ده، او امسك في مصلحتك انت، امسك في بكره، في الحياه اللي تخصك انت، امسك في الناس اللي بتحبك انت، فدي نقطة مهمة كتير. الأمور الصحية بس عايز أقول نقطة مهمة كتير، الوضع الصحي حاول على قد ما تقدر يا برج العذراء إنك تهتم بصحتك جدا، أنت مهتم بالفعل بالصحة اللي ليها علاقة بالمظهر جدا، لكن الصحة الجسمانية بقى، الصحة اللي جوانا مش مهتم بيها قوي، يعني عندك نوع من أنواع كده اللي هو شويه انك قلقان، انك جواك كده في بعض المخاوف، اللي انا عندي مشكله بعاني منها، اللي هو فكره جنبي مثلا بيوجعني فانا مش عارف ده ايه، فقلقت انا من الحركه دي، فانت عندك ده جدا، عندك مخاوف على امور صحيه انت بتلاقيها جواك وبتتكاسل عن ان انت تعرف ده ايه، فدي نقطه مهمه كتير. فهقول لكم على حاجه قلتها في برج، بس مش عارف مش فاكره والله قلتها في برج ايه يعني،
انا فاكره ان انا قلتها في فيديو من الفيديوهات، هقول لكم على حاجه تخلص لكم السموم اللي في الجسم كلها على ما اعمل لكم فيديوهات الطب البديل. لان دي انا على فكره، انتوا لو انتوا عارفين ان انا حد مؤمن جدا جدا بالطب البديل ايمان كامل، لان ده الطب النبوي اصلا يعني. طيب بالنسبه لي الحاجه اللي هتخلصك من السموم، انا والله العظيم بس نفسي ان الناس اللي بتسرق فيديوهاتي ما يسرقوش كمان المعلومات اللي انا بقولها دي، لان دي شغلي يعني، دي رساله الماجستير بتاعتي المهمه. فتجيب عسل نحل، العسل اللي هو الطبيعي قوي يعني، مش اللي هو العسل المضروب، خلي بالكم كتير من المكان اللي انت هتشتري منه. دي نقطه. تجيب بعد كده معلقه خل، وبعد كده تجيب نص ليمونه وتعصرها وقلب قلب قلب واشربها، معلقه من كل حاجه، وممكن تحط معلقتين عسل، والنص الليمونه دي هتعدل الطعم معانا شويه مع العسل، فالجو يبقى حلو كتير. كوبايه، حتى لو كوبايه صغيره، هيأثر معانا تأثير حلو جدا جدا من الطاقه، من النشاط، بيقوي المناعه جدا جدا، بيخلصك من السموم. شفتوا كام فايده للكوبايه اللي هنشربها دي؟ تشربها امتى؟ على الريق او قبل ما تنام، هتنضف لك السموم اللي في جسمك، هتقوي لك مناعه، بتدي لك طاقه ونشاط لو شربتها الصبح قبل ما تنزل الشغل. ف حاجه حلوه ليكم انتوا وبرج العذراء. عامه بشكركم كتير، بعتذر على التطويل، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.